ليش تروح رون ساي؟ والله زيد احنا يومين جبنا على البيت. ثانيا ليش انهزمت؟ اشرنا لك طلع قدامك الا شويه تضرب المنتسب. لا بس خفت والله من عندك. على طريقه الكاميرا الخفيه تصطاد مفارز مرور كركوك السائقين المخالفين. ان تسير في الاتجاه المعاكس وتظن انك ستلوذ بفعلتك ثم تتفاجأ بمصيده مروريه. عندها تتيقن انك لن تكررها. تلك هي الرساله التوعويه التي تعتمدها مديريه مرور كركوك لأول مرة على مستوى العراق. إجراءات إرشادية طبقت ميدانيا في شوارع كركوك، جهود تهدف إلى التقليل من حوادث السير، وعلى ما يبدو فإنها كانت فعالة إلى حد ما رغم عدم وجود إحصائيات رسمية حتى الآن. أثرت على المواطن نحو التوعية أحسن وأكثر، لأن احنا بدينا من الجيل المثقف، بدينا من رئاسة الجامعة والمعاهد، بعدين نزلنا للإعداديات والمتوسطة، وأيضاً راح ننزل للشارق للسواق لتحليل نقابة السواقين العمال، يعني هذا مستمر. وأيضاً نزلنا على الوقف السني والشيعي عن طريق الجوامع الخطب، لأن أول وتالي التوعية المرورية للمواطن يخف الحوادث المرورية هو في سلامة المواطن وليس شيء. احنا كلش ننقهر لما نسمع حادث مروري وخاصة إذا به وفاة لا سمح الله. للدراجات النارية نصيب من تلك الإجراءات المشددة. بدءا من شهر آيار المقبل ستضبط أي دراجة نارية تتجول بلا سنوية ورخصة قيادة. يتم محاسبة سواق الدراجات طبعا بعد تاريخ 1/5 يتم حجز ومصادرة وفق قانون المحكمة. طبعا يصادر الدراجة اللي ما مسجلة، يعني الدراجة سعدنا دراجات هواية بها مجرد عقد مكتبي، هذا العقد المكتبي أو ما بها أوراق أصولية. الدراجة اللي تتوجه لنا هسه حاليا جاي تتسجل او جميع المحافظات يكون بها كتاب تسجيل تصريحه جمركيه، ما معناها اصوليه، ويجي المستورد او صاحب المعامله اللي يجي هو يبصم يتنازل او يسجل باسمه، يعني نفس اليه تسجيل السياره. يقال ان سر النجاح هو الالتزام بالنظام بشكل يقضي على الفوضى في الحياه العامه، ولعلنا نتفق ان للمواطن دورا رئيسيا في إشاعته. من كركوك عبد الله العامري، قناة الفلوجة.